تعدد بقى يتجوز لما البوليس يجي له يقول لك لا دي صاحبتي. يعني انا اخشى ما اخشى ان اللي متجوزين عرفي يبتدوا لما يلاقوا نفسهم هيتحبسوا او يدفعوا غرامات يقول لك لا ده مش جواز اساسا. انه جواز هو نفسه الدكتور. انا عندي ضوابط انا عندي ضمانات كتير على فكره. على فكره حضرتك هو مش ده بس مساله الغرامه بس. انا عايز اقول انا ما فيش مانع دلوقتي ان انا فعلا اشترط شروط في غايه في الشده على اللي هو اللي يلجا. وانا بقول اهو لا يتم انا اساسا انا عندي التوثيق ده اساس هو ده الاصل هو ده المصلحه العامه. لكن انا اعمل ايه مع ناس دلوقتي بيستحلوا ويقول لك يا سيدي انا ما في اجابه قبول انا ما فيه اشهاد ولي امر او فيه شهود اثنين شهود في ما اعرفش فيه اشهار للعقد وبعدين. لكن بنقول هذا الكلام ضد مصلحه المجتمع. انا مع مصلحه المجتمع ومع مصلحه الاطفال بالذات بصفه خاصه لان احيانا بياتي من هذا الزواج اللي هو في الغالب العام زواج